السلام عليكم، معكم مصطفى بصالح. انا بغيت كل بنت وكل مرة تسمع مني هذا الكلام. اعتبريني كنقول هذا الكلام على لسانك انت، وخصك حتى انت تديري بهذا الكلام مع اي واحد ظلمك وما ديرش لك قيمه وما مهتمش بك. بدلي شخصيتك، بدلي افكارك، كوني قويه. حتى شي واحد ما يستاهل. اي واحد قولي لي هاد الهضره وديري بها في حياتك هكذا. شوف نقول لك، سولتي فيا نسول فيك، بعدتي عليا حتى انا غادي نبعد عليك. غادي تبغيني غادي نولي حماق عليك. غرتي عليا حتى انا غادي نغير عليك. شفتك قلبتي وجهك وما مسوقش حتى انا غادي نقلبه، وما غادي نعيرك حتى اهتمام، حيت انا مراية عليك ولكل تصرفاتك، وتحمل النتيجة ديال هاد التعامل البارد. اشنو غادي يوقع كاع الا مشيتي من حياتي؟ ما هي الا ايام واشهر ونساك في مره، ويرتاح بالي ويجي غيرك وينسيني فيك. انت ماشي اكسجين، انت ماشي هو الماء، والحياه ما واقفاش عليك. الحياه مستمره كيف ما كان الحال. كيف ما تعاملتي معايا غادي نتعامل معك، وكل ما بدلتي مجهود باش تحافظ عليا حتى انا غادي نموت معك ونديرك في عينيا وتاج فوق راسي. كنتي عزيز او غالي، كنتي انسان قريب او عادي، مبدأي في الحياة هو عامل الآخرين كما تراهم يعاملونك. كان أعطي قيمة لراسي، وما كنت سنى حتى واحد يعطيها لي أو يدير لي قيمة وشان. سبق لي وسمحت في أشياء مهمة بزاف كثر منك، وما فيها بس نزيدك على هاد الحوايج. ما كان جري من مورا حتى شي واحد، كيف ما كان نوعه اللي مشى الله يعرضه السلامة واللي بقى مرحبا به. خلينا نشوفه غيرك اللي يعرف قيمتنا ويهتم بينا ويراعي لينا واللي نعطيه قيمة. أما النفاخة وقصحية الرأس بحال شي حجرة صيف الضياء كترجع غير على مولاها.